Spanish food. I hope you all know the time.
3 كيلو بروتين 30 ممكن تشيل 2 كيلو تقول البريكون هتتكون بريكون او مضروبه في اي اللي هي سبب الالكترون. يبقى انت لو قدرت تحدد الالكترون هو قد ايه اللي هي معدل التغير مع التايم مودريت كانت حاجه مع التايم يبقى الالكترون هو نفس الكلام في ال عدد فوتونات الفوتونات دي لها انرجي يبقى تضرب طيب فوتون بير سكند اتش نيو كارنت فوتونات ازاي كارنت فوتونات اي بي اتش يعني اي فوتون فيكتور تيار الخام فوتون فيكتور يبقى ارض الباور اللي هي ممكن انت مدخلها لو برضه عدد الفوتونين في اتش نيو يبقى انت كده جبت طاقه الفوتونات كلها بير سكند يبقى انت كده جبت الباور يبقى عدد الفوتونين بير سكند هو ده الفوتون ريت يبقى ارض الباور فوتون ريت خلاص يبقى هو ده يبقى الالكترون باور على الفوق ريت ده اللي احنا قلناه سبيد او كوانتم افشنسي يبقى ار دي اي تانس بي اتش بي الالكترون باور الالكترون باور ريت يعني معدل زياده عدد الالكترونات او البوتس مع الطاقه يبقى انا كده كده الكترونز هو ده عدد والله في الجهه اللي فيه شحنه بص ده تكبير اوفر ديزنسي ده اللي احنا بنقوله اللي هو الاي اي تكبير هو بعد الدرجه اثنين مع طيب الشحنه دي جايه منين؟ من الالكترونات وفولت بلس عددهم عددهم ده قد ايه؟ انا ما بشرحش الالكترون يعني الكيو بي هي عباره عن عدد number of electrons مقول فقمنا بين فعدد الالكترونات وعدد مقول مقسوم على التايم بعد كده يبقى عدد الالكترونات وعدد مقول بير تايم فقلنا الالكترون بوري عشان مقسوم على التايم وتاني نفس الكلام الفوتونز الفوتونز عدد الفوتونات في الاتش نيو قبل طاقه الفوتون قسمته على التايم قبل الطاقه يبقى فوق مقسوم على التايم قبل الفوتو ريت يبقى ده علاقه ما بين تو برامتر الارك و اي برضه ممكن نفهم تقول ان نيو دي اللي هي سي على الله فيبقى ده اتش تي سي على الله فيبقى الارك بتساوي ايتا في اي لاندا على اتش سي طبعا اتش كونستانت سي كونستانت بي كونستانت هي ايتا لاندا الماي كونستانت حصل ضرب اتش سي مقسوم على مين؟ هيطلع 1/24 جنيه الكترون اللي هو ده القانون النهائي اللي انت عايزه خلاص يبقى ار بتساوي ايتا لاندا في الماي كونستانت على 1/24 جنيه الكترون البرامتر التالت راي ستار برامتر راي ستار زي ما كنا بنتكلم عليه في اللي فات هو برضه راي ستار هو وقت محدد بيبتدي من اول ما انت بتدخل النقط لحد ما تحول لطياره التايم اللي بياخد الطياره عشان يطلع من اول زيرو لحد ما يوصل او من 10% لحد 90% هو ده راي ستار Rise time, key on, then the column, then this on, feed T, T on plus T first. Then rise time.
رقم يوسف يوسف الانتصار CTR of the right hand CTR or right hand RC إيه CTR or RC يا عم البرومبت اللي اسمه ده سواء كان الرايت تايم او الافشنسي او الكونتر افشنسي او الار او الريسبونسيفيتي من الثلاثه دول هيبتدي نعمل او نبتدي نستخدم انواع الدول تيك في اربع انواع من درستهم من دول دولت أربعة أنواع
من الفوتو ديتكتور، يا اما الفوتو كوندكتور او في ان او في ان او هارد نوت. انت تبقى عارف بس ايه كل نوع بيتكسر بايه وايه العيب اللي موجود فيه. عشان اكبر التيار العالي دوت عشان يبقى ابلاي فولتج عالي يبقى لازم اسقط
فوتونز عالية كتير أو في علاقة خلفه بين قدر الفوتون والمسافة مع الفولتج اللي بيتكون وبالتالي بيتنسب مع التيار اللي بيتكون. بس طبيعي أي سيمي كوندكتور لما الفولتج بيعلى فيه بيبتدي يحصل نويز، هيبتدي يبقى فيه مشاكل في النويز زي الثيرمال نويز زي الشوت نويز زي أي نوع من أنواع النويز ممكن تتكون داخل الماتيريال ده. فده العيب اللي كان موجود كده. فتلبي كده حاجة زي كده أو كده تطوروا شوية في حاجة زي كده، إن أنا بدل ما أستخدم بيور سيمي كوندكتور ابتدي استخدم سيمي كوندكتور بس بي ان جنكشن. فابتدي نعمل نوع كبير ده نعمل بي ان عشان تبتدي تحسب الويتس اللي
تتكون من خمسة بيوت. عشان في نفس الوقت ده قانون اللي احنا كنا بنستخدمه زمان او اتكلمنا عليه في الانسيشن خالص اللي هو عباره عن الاتس والمنطقه بتاعت التجريشن ريجن فيها جاز الكلام ده 2 ابسلون او ابسلون دي هي البرودكتيفيتي بتاع الماتيريال اللي هي ابسلون لو في ابسلون واحد والكيو ده شحنه الالكترون والفي بي اللي هي الهيكت اوف ابلاي فولتج اللي هو حاطط والفي نوت في نوت دي كان لها قانون اول ما بتعمل كونتاكت كده بين البي ان جونكشن قبل ما تضيف الابلاي فولتج خليها قانون تاني كان عباره عن كي تي على كيو بلس ال اي ال دي على ال اي سكوير كل الحاجات دي كل القوانين دي احنا قلناها في اول سيكشن خالص عشان كده بقول لكم ارجعوا للقوانين اللي احنا قلناها عشان نستخدم كل الحاجات دي بس لما ابتدينا نستخدم PIN ومعايا كمان high voltage
ابتدى يطلع قيمة كرنت أعلى من الحل الأولي بقيمة جين. يعني إحنا دخلنا عندنا طيارة بيكون I am going حد الأول بقى طيارة ناتج على الحالتين. الحل الأولي بسبب الضوء المتصدر الضوء دوت يبتدي يسقط على الملك والضوء في فيوان التيار وكمان التصاقط أبلاي فولتج عالي جدا فالأبلاي فولتج ده هيعمل إيه من التيار فبقى عندك كمان من التيار التيار الأساسي اللي أنت بتتعمل تكسبه من الأول أي فوز التكتر ده بسبب الضوء بسبب اللايت اللي أنت مستقر على الكيو أي دايما أو على الطيار اللي في النص في تيار كمان غير دوت اللي هو بسبب الهاي فولتج فالتو كارنت مع بعض بنسميه الاي ام طيب الاي ام هو التوتال كارنت اللي خارج من الفوتو ديتكتور كله على بعض الناتج من اللايت اللي انت اسقطت تحول الكترونز او حول الفري الكترونز بلس كمان الهاي فولتج اللي سببه التيار جوه الجين جنكشن وناتج عنده التيار كمان ده مع ده بنسميه اي ام ويبقى لازم برضه الاي ام الاي فوتو ديتكتور ده برامتر بنسميه ام او ده جين اللي احنا عاملين داخل الفوتو ديتكتور يعني النوع دوت من الافرج فوتو ديتكتور ما بقاش بس بيحول ضوء لتيار ده بيحول ضوء لتيار بلس جين ده بيعمل حاجتين بيحول التيار بتاعك اللايت بتاعك لتيار بلس كمان ان انت حاطط ابلاي فولتج عالي قوي فبيزود التيار دوت تقييم الاي ام او تقييم الام اللي احنا قلنا عليها فيه هو ده النوع الاخير برضه ما زال اللايت موجود فيه لكن الهاي ابلاي فولتج بقى برضه فيه نويز يعني الاربع انواع ما زالت مشكله في النويز فيهم موجود بس اللي بيختلف النسبه بس ده اعلى من ده او ده اقل من ده انا قلت نفس الكلام الافالانش في اي بس زي ده بس خليت الاقلاي فولتج عالي كويس فبقى في مصدرين للتيار المصدر الاولاني كان النص لما يسقط عليها الضوء يحرر الالكترونز اللي موجوده في الالكترونز في فولتس تحرر تكون التيار بلس كمان الاقلاي فولتج العالي الاقلاي فولتج ده هيطلع كمان مليون فبقى التيار اللي طلع من الفاكهه ورا بعضه التيارين اثنين مع بعض الاثنين مع بعض قلنا عليهم طيارين طب التيار اصلا بتاع الفوتو ديتكتور الاساسي هو ده بس ده نتج بسبب الهاي فولتج خلاص يبقى التيار كله على بعضه بقى نسبة للهاي فوتو او فوتو ديتكتور سميناه الام او جي اللي نتج من الحاله دي ايه؟ الدارك كارت خليه طب لما اجي اديك اكزامبل هفهمك ايه هو الدارك كارت بس الدارك كارنت عموما هو التيار اللي ماشي جوه الفوتو ديتكتور قبل ما تفتح ده الدارك كارنت نعم ادي مكان مين يا ادي مكان خالص ها؟ ما اديش مكان خالص طب حضرتك شغال ازاي كده يعني حضرتك المفروض ما تخش تعرفنا طب هو اصلا ده مكان من فتره كبيره ده مكان محاضرات الاولى والثانيه بس ولا ظبط هو زي بتاع دور بيت خالي لا بالمسمار قوي ما بكملش الدرجة الكارنت دوت ده تيار موجود جوه الفوتو ستيك جوه الثانية بتاعة الفوز بس من قبل ما تضيف انت الضوء يعني اصلا التيار بيتكون عموما بسبب الضوء اللي احنا بنسقطه ده اللايت اللي انت بتسقطه ده هو ده اللي جوه التيار بس قبل اصلا ما تضيف انت الضوء بيبقى اوريدي حركه بسيطه للبوز او حركه بسيطه للالكترون في الفوز التاني فده اللي بنسميه دارك دارك كارد مثلا اللي بتسقطه اصلا فيبقى اي دي ده كارد ده تعريف الدرجة
ان انت اصلا بيبتدي البين جونكشن بتاعتك في خلاص ايار من قبل حتى ما تضيف اي Thank you.
Thank you.
think the big injunction, we make it a functional way from London, like our head is in the world. The part of the world living, one of the fellows of the world. We eat them, they not eat them, plumb them, and they have about three, and then they might eat. If I can't take it to responsibility, I'll allow them. Not if you do. If I can't say anything, it's the maximum possible science, then let it be. Air maximum possible size in blending it, just be it. Blending it. Volume, the lower area of the tactical, low in the fluid in the
في اللايف تايم بتاع ادي اللايف تايم بتاع ده برضه ممكن لازم تكونوا عارفينه عشان لو ما ادانيش كنت ال 12 هنا بيجيبها من الميكروفون
يعني حتى لما جينا قلنا ان الرينج تايم بيجي
r plus r r ديت r دي اللي هي كانت r بتاعت ال سي والr بتاع الانبوت الانترنال ريزيستنس والاكسترنال ريزيستنس هي كانت هو ده الاثنين هو الفوتو تيك فالr اللي هي الموصل خد على بعض اشمل الاثنين الاكسترنال والانترنال الاثنين مع بعض لا Thank you.
جبت سيجما اصلا بالنصوص دوت وبيو ان ده لو فيت بتاع الهيدر ده جه يبقى انت جبت ده والان اللي هي الهيدر هو كتير على الفوليوم في اللايف لاين ده اللي انت جايب المفروض اللعبه يبقى حسبت الوليت هو في الفوليوم واللايف لاين ده اللي تحسب ماشي.